إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برایانی مسلمان، خوشکانی ایماندار، میوانانی مالی خوای پروردگار، سلام و رحمت و برکت و میربانی خوای تعالی لم روجو لم کاتو لم شوین پیروزده بر جیب سر همو لایکتانا. مسلمانانی خوشویست، پش بخوای پروردگار بو امرو لخزمتانا باسی طلاقی شرعی اکین او طلاقی که خوای پروردگار لقرآن یا خود پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم رینمایی من اکا و دوامان لی اکات که کاتی جنومیر تیر شیان هیا چون ابی خیزان اکانیان طلاق بدن. جیابو نوا رو ادال نیوان جنومیر دا. آیا ایم که اهلی قرآنین، ایم مسلمانین، ایم ایماندارین، کاتی کوا کیش دروس ابی لنوان جنومیر دیکا ابی او پیاوا اگر بیوی که خیزانی طلاق ببداو لی جاب بیتوا ابی بپی قرآن بپی فرمایشتی پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم چون خیزانه که طلاق بده. مسلمانانی خوشویست، طبعا کباسی طلاق اکری طلاق بریتی لچی؟ ترى طلاق بريتية لو عقدو لو قريبستي نيوان جنومير كوا بچن لفظو بچن وشيكي دياري كراو دار راوا جا جاري واي وشكا مثلا بصريح بي ياخد بكناية بي صريح اوية كوا بياو بخيزانا كي بلي طوم طلاق دا كناية اوية اگر بياك بجنا كي بلي بچورو موال باوكد بله او شی طلاقی شی بکار نه نه و بله مادام کنایه و طلاقی اکوه جا خوش ویستان و عزیزان. طبعا با پیتان بله ملش سردمی جاهلیت و نفامیتا طلاق سنوری نبو، پیاو با آرزوی خوی ببی جماره و ببی عدد جنی طلاق ادا و ایشی نه و کس بوی نبو پرسیاری لیه بکا. بله که اسلام هات و قرآن هات طلاقی دیاری کرد که لسه جار زیادتر پیاو تواو بوی نیجنه که طلاق دا کبو بسه جار با تواواتی لی حرام ابی. طبعا خوش ویستان با پیتان بلیم او طلاق شرعیه که سنور دار کراوا که کتو بندی لسردان راوا که خوا دایناوا هموی کرامت و رزب و آفرتی مسلمان و ایمان دار، هموی گرانوی شکو حرمتی آفرتا للاین خوای پروردگار و جل جلاله. او زور خالی کی گرنگ کوابی زانی. طبعا فرمایش تیگه که هندی لزانان بلاوازی ازانن که لفرمایش تکیا که پال دراو بولای پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که افرمی ابغض الحلال الى الله الطلاق، او شتی که خوا حزی لینیا که حلالی شبریتی لطلاق، چون که طلاق همو من ازانین که زیان و ضرری زوره هم با سر جن هم با پیاو هم با سر معلوم نالو خانوادی او جنو پیاو. طبعا لقرآن سورت یک من هی بناوی چی؟ بناوی الطلاق،
بناوي طلاق كخواي جوري للزور آيتي قرآن باسي آفرتي طلاق دراوك وباسي طلاقك مثلا ليك لا يتكانا فرمي الطلاق مرتان بياو بوي هي دو جارجن طلاق داك أتواني بي قريني توا كبو بسي يمجار ناتواني بي قريني توا لآياتي كترا فرمي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أفرتي طلاق دراو أبي بميننا وعدي خويا بابلين بس بسر برن وطواو بكن بو ماوي سي باكي ياخد سي بي سي بو شيواز اخواي قولا لا قرآن باسي چي من بو اكا باسي طلاق من بو اكا طبعا أبي او برسيارة بكين باشا كطلاق لقرآن هاتوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جني طلاق داوا جارواه بو خيزاني طلاق دابي بالي جاري كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يكيق لخيزانا كاني طلاق دا بيك جاري طلاقي داوني قرانا وشون بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جنيكي خواس جنيكي قواستا وناي أميمبو لشي قواستا ودا أفرمي لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها أفرت كبرى بوجورة وبولاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لين زيك بووا أم أفرت تشيوت قالت أعوذ بالله منك سبحان الله وتي بنا أقرم بخوالته ديار حزي لبيغمر نبو صلى الله عليه وسلم أو قصي إيكرت طبعا فرمايشتي صحيحة ورويدة وأبي باسي بكين وأوشتيك لجوريتي زورني هي نيار رويدة بلان بوشي باس كراوة چونك أبيت الشرع بو إيما أبيت الدين بو إيما أفرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي لقد عذت بعظيم بنات قرد بشقسيكي زور قورك أخوايا لدعايا چي بيفرمو فرمي ألحقي بأهليكي نچو لايا ونزيكي نكوتوا فرمي برو بيوانديبك با كسكاري خوت يعني بره أنا وبيا غمري خواص صلى الله عليه وسلم طلاقي دا وبيت شيء وين شيء قرانا وا أما حالتي رويدا وحالتي كتير بيا غمري خواص صلى الله عليه وسلم جاري كير لخزانة كاني طلاق دا بلان دواي قراني وا ابن عباس أفرمي بيا غمري خواص صلى الله عليه وسلم كي طلاق دا أفرمي حفصي طلاق دا ثم راجعها باشان قراني وا مراجعيك چونك يك طلاقي دا بس برسياري بكين بو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حفصي قرانا وحفصة كتشي عمري كري خطابو رزاو رحمتي خواهي قول لها ميان بي بيغمر خوي ولام يادات وأفرمي لما راجعها كاتيك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حفصي قرانا قال لي جبريل عليه السلام راجع حفصته جبرائيل بن ينرايتي خواي قورا خواي قورا جبرائيلي نار وتي اي بيغمر صلى الله عليه وسلم حفصة بقرين وبيك بخزانها وصري خوت فإنها صوامة قوامة شنك آفرتيك زور رجو سنة أقري زور شونيج أكا متقية ونخوا ترس شايني أويك وخزاني توبي اي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وإنها زوجتك في الجنة وأو حفصة جيتك لخزانة كان لنا وبهشت أي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم أو آفرة برزي قرانا جاء عزيزاني خوشويستان عزيزاني خوشويستان أو طلاقي بي أو تري طلاقي شرعي وكإنسان بي يقول عبار نبي بمشي وازي أبي بمرجع نبي يكم كاتي كبيا طلاق أدا جن طلاق أدا أبيت يكجر طلاقي بدا يعني يك طلاق أو الله يكي زور قوريا بيتشواني قرآن بيتشواني فرمايشي بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم كبيا ولاي إيما براستي فيربونا وخويا بيا وقرتوا كتور رأب لخيزانا كان يعني كيشيكي بتشوب دروس أبي سيبرد هلا أقري والله هرسي طلاقك تكوتبي آية قرآن وعلي قرآن علي واجن طلاق دا قرآن علي واجنك الطلاق دا مجالي قرآن وين بي مجالي صلح وآشتوائين بي نخير قرآن وانا علي عزيزان وخوشوستان خواي قورا فرميتي
الطلاق مرتان يعني چی او طلاقی کپیا و هيا بوی هيا جنکی بگرینه تو دو جاره يعني چی يعني قران پیمان الله لم آتا کتوی مسلمان بتوی جن طلاق دی یک جا طلاقی ده بو او مجال صلح و اشتا و ایهبه خوش ویستان کپیا و یک جا جنکی طلاق ده او آفرتا تو بود هيا ببی ما ربرین حتى نزيكي سيمان بود هي ببي ما رب ما ربرين بس بكلمة وبوشة بليتهم قرانا وبوجر ركيف ود صلاتي خم أتواني بيقرني توا نماري نشاهد نما على خزوران هي شيء ناوي بلام بو بزيات إلا سيمان أبي دي سنة وشون جارية كم كجند ما ربري أبي دي سنة وماري وعقدي تازو قري بس تازي بو أنجام بدي جازان قرآن شيء مان في الله قرآن فرمي أبي إيمي مسلمان إيمي أهلي قرآن واخيزان أجر يكي توشي كي شابو واجنك أي طلاق بدا مجالي صلح الأشتوائي قرآن ويبو دروز بكا براستي نكتب لي والله واجنك أم طلاق دم جاري كي دربه هيتشي وينامه إنجا دواي دمع مصاو دأم لا أولا كي بزبو أوي كوا طلاقك بو شاك بكريتوا جاء عزيزان وخوش ويستان سيدي بيغمري خواكين عليه الصلاة والسلام چون تو رأبه بزن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم روزی چون تو ربو افرمی حوال درا به پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم عن رجل طلق امراته ثلاثه تطليقات جميعا حوال درا وتی ان ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پی اوگ لها ولا بر زکان به یک جار هر سی طلاق جنکی داوا یعنی هر سی سی طلاق خواردوا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فقام غضبانا ثم قال هستاب پیوا زور زور تو ربو فرموی چی ای لعب بکتاب الله و ای و انا بین اظهرکم او قال تب کتابی خواکن قران خواکن من هیشتا ماوم لنا و ای و دام یعنی چون سی بس جن طلاق دن او خلاف قران کلام فرمایش تی خوای پروردگار جل جلاله افرمی حتا پیوا هلصا لنا الصحابة كانوا وتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أو هاي كردو ألا أقتلو أنا نيكوجم شون أبي قال طب كتيبه بكلامي خواي برد قال بك جل جلاله إنجا جاري كان عبد الله كري عمر رضا رحمتي خواي جوري لي أبي بياويك جنكي حرسي طلاقك أي دابا يكجار فرموي شي فرموي عصيت ربك عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك فرمی تو بیگویی پروردگارت کرد لواي کوا فرمانی پیاد کرد و کچون خزان و جنک طلاق ده یعنی پیچوانی چی کرد و پیچوانی قرآنت کرد و جا خوش ویستان و عزیزان اما خالی یکم کوا یک طلاق او زور مهمه که ایمه مسلمان بیزانی خالی دوم او کوا کات کوا پیاو خزانی طلاق ده که بپی قرآن ابی چی بی نبی لسوری منگانه ابی نابي لسوري مانغانا يا بي وهروها اگر لباكي شابو نابي لو باكيتيا او بياوة شو بيتلاي چيوا لاي خيزانا كيوا مهموي بو اوهي كوا عدو كاتي او آفرتا دريجنا بيتوا اما هموي پاراستني ما في آفرتا لقرآن خوش وستانو عزيزان خواي قورا افرمي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوت ومسلمانان وبإيمان داران يجبله هر كاتي كواجنا كانت عن طلاق دا لعيدي خوانا طلاقي بدنو ليان جاب بنوا إيسا پیغمبر بو من رونا كاتا وصلى الله عليه وسلم چونا يكيق للصحابة كان نايو عبد الله كري عمر رضا ورحمتي خواي قوري ليبي أم عبد الله كري عمر طلق امرأته وهي حائض جنكي خوي طلاق دا لسوري من قانايا أفرمير پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم حوالی پیگش زورت ربو پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم افرمی امری کر به عبد الله کری عمر ابی جنکی بگرینه تو بولای خوی مراجعه بک چون که یک طلاقی ده ابو بگرینه تو بک به خزانی خوی پاشان اگر وستی طلاقی بده ابی ل پاکیتی ابی نگل سوری منگانا و ابی لو پاکیتیشا به هیچ شی و نزیکی نکوت بی تو إنجا پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم چی فرموم فرموی فتلك العدة التي أمر الله بها أن تطلق لها النساء فرموی او عدية
كخوا فرماني كردو اگر جنا كان تان طلاق دا لو عيدا طلاقي بدن ابي لسوري ما كان نبي ولا باكيتي ابي لو باكيت شابياو بهشي وين زيكي خزانكي نكوت بيتوا خالي كيتر شرطي كيتر اوي كاتي كبياو جن طلاق ادا ابي الشاهدي ابي ايزان خوشويستان شون جنا كد مارا بري وشاهد داناوا لكاتي طلاقي شا أبي تشبك يا أبي تو شاهد بجري خواي جورا القرآن أفرمي فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أفرمي أجر أفرد جش بأجل كاتي خوي أفرمي تشبك بيان قرن وبشاكي بيان قرن وبوجير كيف ودصلاتي خوتن بشاكي ياخد جاب من وباء جاب من وليان هرب شاكي بلام وأشهد ذوي عدل منكم لكاتي طلاقا شبكا دوكسي عادل بكن بشاهد جا سبحان الله أخوالي رباسي معروف أكا أزان الله إيما غلايكي زور قولة من هي جنوب يا إيواهي بانزة صالة بي صالة بيكوان كطلاق رؤى دا تواو إتر مالي زاوا وخزور بهيتش يوي قسل قل يكتريانا كان عاجز بون جاروايا شر كشتن نازانم چي همو أمان الرؤى دا خوافر بابا شاكا بريكي بنرمي بباشي طلاق اوه که اگر روش بده لنیوان جنو میر ده لنیوان دوب نمالا که روه ده کشه و گرفت خواه افرمه بی معروف بچاکی بی نبی شر روه اجاو دروز بی نبی دجمنیتی لنیوان او دوب نمالا یا دروز بی اوه که ایسه لنو کردی مسلمانی خواه مانا روه ده والله هموی خلافی قرآنو فرمایشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالی کی تر که امش خالی کی زور گرنگا كاتي كوا انسان خيزان طلاق ادا هتا بيمان اكلي لكاتي توربونا نابي جن طلاق بدري خوشويستان وعزيزان سيد كان للشريعه اذان بوشي طلاقي تورا ناكوي چونك طلاق شتيك ابي بيويستي بليكتي گشتنو ببرياري جنو ميردو دانشتنو چندين كوبونو شتي لسر بكري بو اله حالتك كا انسان طلاق ادا جن طلاق اداو الين طلاق ناكوي كا اگاي لخوينيه چونك حالتك ناسايه بو يا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي چي افرمي لا طلاق ولا عتاق في اغلاق يعني چي جن طلاق دان عبد ازاد كردن لحالتي توربونا كانسان عقله شو بيري داخري پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي طلاق ناكوي لو كاتيا چونك وضعي او كسباري او كسچيه نا اسايو حالتي كي نا اعتياديه بويا هتا بكري هليكي زور قوريك انسان بداخه وتورا بيكسر فنا ابات جن طلاق دان خالك تلك خالك وتايه كام الزور زور جرينجا كاتيا كوابيا وجنكي طلاق ادا نابي دريكا لما لوى سيلو هلا قوري لا ايما جاري جن طلاق ندرا وعاجزيك رودا ادي برو ربو مالي باوك ايا والشرع والي قران والي بيغمان نخير حتى بيالك جنكي طلاق دا قرآن فرميه نابي لماله ودريكي أبي لماله بهتا إيدي طواو أبي أما آياتي قرآن خواهي قولا فرميه چي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أياتين بفاحشة مبينة كاتي جن طلاق أدن نابي لماله كان دريان كان حتى أخوا مالي بيالكان بمالي جنكان حسيب أكا ونابي أوانيش درچن هت مگر فاحش و کاری که قیزون و خراب بکن لعیدهی که پیاو جن طلاق داد جایز نیه جن لمالا و درچه عزیزان حرامه گناه مگر با ایشی پیویز نبه نبه پیویش داری که لمالا که خوی و حتی کاتی کوا افرد پیاو که وفاد اکاتو امری که اوش عیده ابه چوار مانگو در روش اوش هر ناشرعیه لو کاتشا افرد چی بکا بچیت داره و مگر با ایشی پیویز نبه جا خوشویستان و عزیزان اما او طلاقی که خواهی گوره داینا و کپی او تیره طلاقی شرعی و طلاقی قرآنی براستی انسان به خوی لطلاق بپاریزی بلام لحالتی که گشت راده اوی که انسان جا ببیتا و لخیزانه کی حالتی ضروری ابی بچی ولی ماموسایی که زانا پرسیاری لیه بکی من چون خیزانه کم بشوازی طلاق بدم که خواهی پرودگار لیم تو رانه او زور گرنگا يا ربي اخوان رحمه ملائك من بكي لقناه لتاني هم ملائك من خوش بي طاعت عبادتي هم ملائك من قبول بكي
خواهی چون لمالی تو لبر خاطری تو کوبین تو لبهشتی پانو بریج آقایان بکی تو خواهی لبناهی هم ولایک من خوش بی لبناهی دایک با آقایان لبناهی معلوم نال من لبناهی مردوی هم ولایک من خوش بی خواهی لی دپاریم و او خیزان و او جنومیردانی که واکی شو گرفتی آنها لجی کی شو گرفت که لجی او رقوتینا خوشویستی و تبعیان با بگرینی تو تبعی با مالی همومان بگرینی تو خواهی وامان لب کی کوا همومان رز لخیزان و لمعلوم نال و لکسکار من بگرین خواهی بی کلبر خاطر ناجو انا كاني خوت ولاتي ايما ولاتي هم مسلمان الله هم والله مصيبتنا خوشي خرابه كاريك بباريزي خويا بهشتي بانو بريني خوت من نصيب بكي خويا اوين خوش شفاي بو بنيري او يدلي تانا دلي خوش بكي خويا اوين منالي نيه بمنالي صالح مالي بو ادان بكي توا يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.